السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صباح الخير. اليوم الفيديو مالتنا يتكلم عن نبات جميل مزهر دائم الخضرة، وهو زنبق المطر. هذه النبتة الجميلة هي من النباتات المزهرة. إزهارها حقيقة يكون في موسم، يعني هي تسمى زنابق المطر لكن والله تزهر قبل المطر، من الجو يكون معتدل فتبتدي تزهر. أما باقي فصول السنة لما يكون برد شديد أو حرارة شديدة تتوقف عن الإزهار. صلى على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الزهور الجميلة تجي بثلاثة ألوان، اللون الأبيض واللون الوردي واللون الأصفر، وأنا مسوية فيديو قبل عن هذه الزهور الجميلة. شوفوا هسه هاي حتى يعني هي محضرة زهرة معدة لأنه تفتح الزهور. هاي تحمل زهورها هيجي، هاي نقول جنبدة، وبعدين هيجي شوية شوية تبدي تفتح، وهي عبارة عن أبصال. هاي شوفون أبصال كأنما بصل أخضر. شنو مشكلة هاي الأبصال هسه أنا فسختها؟ أولا هو تكاثرها الأفضل يكون بشهر التاسع، لأن هي تزهر بشهر العاشر شهر الدعش من يكون الجو يعني لطيف ومائل للبرودة. حقيقة هاي الأزهار الجميلة أنا كنت زارعتها على حديقة الرصيف خارج المنزل، أصلا ناسيتها، مجرد أنطيها مي وبس. هاي السندانة الجميلة وأيضا سندانة أخرى خل أشوف لكم إياها. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهاي السندانة الثانية، يلا شوفون حتى أزهارها مزهرة مفتحة ومنتهية، يعني يلا صورت هذا الفيديو. هاي السندانة شوفون أمورها جيدة، أنا جيت صدفة فشفت المزهرات عجبني دخلت داخل البيت. هاي السندانة ما بيها كل مشكلة، أمورها تمام تزهر وأوراقها أبرية، يعني شايلة نفسها إنه يعني خلاص أمورها جيدة. أما هاي السندانة الثانية، أما هاي السندانة فقلت خليني أزرعها بالبيت بالأرض، وهذا شيء مو صحيح. ما يصير واحد رأسا يجيب يعني نبات متعود على جو ثاني يزرعه، يحاوله يعني أكثر عدو للنبات هو زيادة الري وتغيير مكانه. النبات بصراحة ما يحب يغير مكانه. سبحان الله كانت مهملة على حديقة الرصيف وكانت أمورها جيدة، لكن أنا دخلتها جو لأن أستمتع بزهورها فتعبت. تعبت لأنهم تكاثروا ما شاء الله، صايرة كلش هواية، وغيرت مكانها من السندانة للأرض، والأرض دائما تكون جيدة للنباتات اللي هي ساق خشب، يعني الأشجار المتسلقات، لكنها مو جيدة لباقي النباتات. هذا حسب تجربتي واعتقادي، لأنها تكون تربة ثقيلة، والنباتات اللي تكون يعني جذورها أبصال دائما تحب التربة الخفيفة الهشة، تربة رملية، تربة بتموس برلايت، بتموس وبرلايت، تربة رملية، زميجي. أكو نوعين، زميجي يكون ثقيل يعني يكون الطين أكثر، وأكو نوع يكون رملي خفيف، وهاي تكون ناجحة جدا للأبصال. فأعتقد هي كانت تربتها رملية حسب ما أشوف هسه البواقي، ورأسها تحولت لتربة الحديقة فأصابتها صدمة. أحسها مو هالقد، مو تمام. ذبلة صح تطلع جناب وتبشر إنها تطلع ورد، لكنه مشكلها ما عاجبني، وضعها ما عاجبني. فاغتنمت هاي الفرصة اليوم حتى أصور لكم هذا الفيديو، وطلعتها من الأرض هذاك مكان الجان وفصختها، لأن هي أصلا تتكاثر بالتفصيص. شوفوا يعني هسه هاي بيها كم بصلة، كل بصلة من هاي الأبصال هي تسوي لك نبتة جديدة، لكنه أنا لا راح أخلي، يعني هي ما شاء الله هواية راح أخلي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. راح أخلي كل مجموعة بسندانة، وراح أخلي في كل عش بيضة، راح أوزعها على عدة سنادين وبعدة أماكن، وأشوف بيا مكان راح تنجح ويا مكان راح يلائمها مثل ما كانت على حديقة الرصيف. أنا هسه محضرة سندانتين، طبعا سندان الفخار أفضل، أنا حسب تجربتي وخبرتي بالزراعة دائما النباتات اللي جذورها أبصال تزرع بسنادين فخار يعني أفضل.
مو بس لأن تربة يعني خفيفة، لأنه التربة الفخار تصرف الماء الزائد، يعني شكو مي زائد تمتصه وتصرفه، النباتات تكون بخير، بعيدة عن التعفن، بعيدة عن أي شغلة مزينة. وخليكم وياي لحد ما أزرع السناجين. وصلى على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شوفوا الجمال والعطر، ياسمين أحمر، أنصحكم دائما بزراعته. صلى على النبي تفلحون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا قبل ما أبدي الزراعة، أنا هاي التربة قديمة عندي، لكنه كنت معرضتها للشمس، فهسه أنا رح حركتها وتأكدت من الفتحات. هذا أيضا كلش مهم، إنه السنادين تزرعون بها النباتات، وخاصة النباتات خلينا نقول الجذورها أبصال، دائما تأكدوا من فتحات السنادين من أسفل، تكون مفتوحة الفتحات، تكون السنادين الفتحة مالتها جيدة على ما تنزل الماء الزائد. صلى على النبي تفلحون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مثل ما تشوفون، سمينا بسم الله، قرأنا سورة الإخلاص، صلينا على النبي وزرعناها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هسه بس نسقيها. أما هذه باقي الأبصال رح أوزعها على عدة أماكن وعدة سناجين في الحديقة، حتى أشوف يا مكان ينجح بي ويا مكان يحبه وتعود عليه ويبدي يزهر بي، حتى أبدي أيضا أكاثر بي من جديد. هذا كل ما كان عندنا على فيديو اليوم، اللي هو تكاثر زنابق المطر أو إعادة زراعتها. لما تشوفون نبات تعبان المكان، خلاص طلعوه، يعني هذا مكان ما لائمه. هذا النبات الجميل مزهر، إذا لقيتوه حاولوا تزرعون من عنده، وخاصة باقي الألوان. أنا عندي حقيقة عندي بس اللون الأبيض، ومشكلته كانت التربة بالأرض الحديقة ثقيلة عليه. إن شاء الله هسه من غيرت إلى تربة هشة وسندانة فخار، الماء الزائد راح يطلع، إن شاء الله تكون شنو أموره جيدة. شوفوا سبحان الله أبصال، هاي جنابود الزهور مالته، هاي شكل الزهور. ما صورت لكم اياه من كان مفتح الزهور حقيقة، يعني مشغولة بأمر ما، لكن هيك شكل الزهور مالته جدا لطيف، يشبه زهور النرجس. وشكرا جزيلا لكم، ربي يسعدكم، وأرجو أن يكون هذا الفيديو مفيد لكم. شكرا لكل من يعلق لتعليق لطيف، شكرا لكل من يدعي لدعاء جميل، ربي يكتب له بالمثل والزيادة، عشان تدعموا قناتي إذا شفتوها تستحق باللايك والاشتراك. شكرا جزيلا لكم، وربي يسعدكم، ويا رب يرحم شهدائنا، يغفر لموتانا وموت المسلمين، يشافي مرضانا. نبات جميل جدا جدا صراحة، وعد جنابود مالته، إذا تشوفون الجنبد مالتي اللي حاط لكم يا هايتي، هاي جنبد الوردة راح تفتح هسه، هاي إن شاء الله بس أزرعها تفتح ويا جمال ياسمين. وصلى على النبي تفلحون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا جزيلا لكم، ربي يسعدكم.